الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، من الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. معكم جمال في عقار جديد، أهلا وسهلا بالجميع. نتمنى الله سبحانه وتعالى إخواني الكرام تكونوا بخير وعلى خير. ما تنساوش الاشتراك على القناة تشجيعا لنا، وأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي الكرام، احنا كنتواجدوا في سيدي علا البحراوي 900 متر على المجال الحضاري. غادي نصوروا لكم واحد 1000 متر اللي جات على القدرون دايره بالصور، اللي المساحه ديالها كما قلنا 1000 متر محفظه داخله في التيتر. كاينين جوج الناس، كاينه 1000 اللي تبعت يلا تبعت هاد الايامات، و1000 اللي غتبع دابا، وبقات صاحب الفيلا اللي موراي دابا حتى هو اللي مازال في التيتر. هي دايري القسمه ديالها عند البلان كاداسترال ديالها، كاينه شهاده اداريه الكتابه عند النوطير باش ما نزيدوش على بعضنا في القانون. حنا قبل ما كنلانسيو واحد العقار الى حتى كيكون عندنا استشاره مع الاساتذه الكرام، وكنستشروا بان الامور قانونيه 100% باش حتى شي واحد ما يدوق عليك، حتى شي واحد ما يدورونجيك، عاد كنديروها البيع باش ما يبقاش بنادم يدير شي تاويل او يدير يغلط الناس. على كل حال نشوفوا هاد الالف، واهلا وسهلا بكم، ربي يجيب الخير. بالضو ديالها بالمسائل ديالها، قضيه ديال البنيه، حنا اللي كنركزوا على الوثائق، هما القضيه اللي كيوجد داخل الفيرما ولا داخل الارض هذاك الشيء ساهل كيتقاد. البنيه وعندك الشجار وعندك الكوتاكوت وعندك المسائل كامله، هذه كامله كتصاوب وكامله كتقاد، وحنا عارفين، حنا مغاربه عارفين بعضنا مزيان كما كنقولوا، عارفين راسنا. حنا اللي كنركزوا عليها هو اعزائي الكرام هما الوثائق، هما الاوراق. اذا كان الاوراق مضبوطين قانونيا ودايره بالصور ديالها ودايره بالمسائل ديالها، انسان اللي كيكون لداخل كيتقد كيتصوب. هذه 1000 اللي بهاد السياج، هذه كلها دايره في السيبري كما كتلاحظوا. هذه تبعت، الله يسهل مولاها، 1000 هي تبعت. هذه مازال، هذه 1000 واحده اخرى. فين كاينه الصمطه؟ السيد مول الارض هو اللي صاحب الفيلا، حتى هو عايش هنا، عنده السكنه ديالو في سلا الحمد لله، ولكن هنا كيلقى راحته وهنا كيرتاح، لان بلاصه مامنه تبارك الله ما شاء الله، بلاصه كلشي قريب فيها، كلشي مزيان، كلشي قريب. عندك 900 متر كاع ضربة على رجلك، ما هنا حتى من رياضة، من تقضى المسائل ديالك، ولا عيط لهم يوصلوا لك داكشي اللي بغيتي. هاد الكردة أو هاد الصمطة هادي هنا غادي يكون السياج اللي غيفرق بينك وبين السيد. هي هادي 1000 متر اللي كتلاحظوا إخوان الكرام دايرة في الصور كاملة. الثمن غتلقاوه مكتوب لتحت، انا ما كنقولش الثمن في الفيديو، راه ماشي من حقي نقول الثمن في الفيديو، لان يمكن له الثمن يتبدل. اما الا قلناه مباشره ما يمكنناش، حنا ما كنديروش المونتاج، يعني داكشي اللي كان كنبينوه ما كنديروا لا مونتاج لا والو، لان هذا الشيء ماشي لعب، هذا ماشي، هذا راه عقار والناس راه خسره فلوسها، وكاين هذا مسكين عاوتاني الارض راه شرا وجد، وهذه راه ضرب تماره، وهذاك اللي غيشري كذلك عاوتاني رزق ولادو راه ضرب عليهم تماره يعني، وتكرفص عليهم باش غيشري واحد العقار فيه يرتاح. ماشي غادي يشري المشاكل، خصو يشري باش يرتاح، ماشي باش يشري المشاكل. حنا قبل ما يجي هو غادي يسول داكشي ديال الوثائق والوراق وداكشي، حنا كنسولو قبل باش كنكونوا حنا الضمير ديالنا مرتاح، وهو كذلك تيحط رزق وليداتو مرتاح في امان الله. القضيه ديال بني والقضيه ديال الماء موجود، الصور دايره به، الماء كاين ديال لونيب. واهلا وسهلا بكم اخواني الكرام، كما قلنا ما خصها حتى شي حاجه، كلشي فيها، القدرون كاين، دايره بالصور والسيبري على كل جهات مربعه على بركه الله. كما كتشوفوا اخواني الكرام هذا صاحب الارض هو مول الفيلا، وهذه الصمطه هذه ودارت اللي فيها الحامض وفيها لافوكا، ودايره بالصور اخواني الكرام. كما قلنا كانت كاينه هي تيتر، تيتر على الشياع، كاين ثلاثة الناس في تيتر، كاين صاحب الأرض، وكاين السيد اللي شرى 1000 حتى هو، هي اللي كتشوفوها مسيجة وعند الباب ديالها بوحدة، شرى حتى هو 1000،
وبقات هاد الالف هادي اللي كتلاحظوا دابا عند القسمه ديالها، عند البلان كادسترال ديالها، عند شهاده اداريه ديالها، يعني الكتابه عند النوطير. باش ما نزيدوش اخوان الكرام على بعضنا في هاد الامور، حنا قبل ما كنديروا واحد الاعلان الا حتى كناخذوا الاستشارات وكنضبطوا الامور القانونيه، وعاد يمكننا نديروا الاعلان او يجي الانسان يحط رزقه لذاته. يعني المساله قانونيه 100%، باش ما نزيدوش على بعضنا، باش ما يجيوش شي ناس اللي كيكونوا الله يهديهم اللي كيكتبوا في لي كومونتير اللي عندهم يعني لا علاقه عندهم كما كنسموهم الذباب، لا علاقه عندهم مجال العقار، ويقول لك لا لا، مساله قانونيه كتبها عند النوطير، عندها شهاده اداريه ديالها، وعندها البلان كادسترال ديالها، وعندها المسائل ديال التيتر ديالها. الماء ديال لونيب كاين، الطريق قدرون 900 متر على المجال الحضري. هاد الالف اخوان الكرام راه تباعت، الله يسخر مولاها اللي فيها هاد الشجر. وبقات هاد الالف هادي هي اللي كتشوفوا دابا امامي. الماء ديال لونيب كاين، يعني جور التيو ديالك، جيب الكونتور ديال اللي كتستهلك، غير الكونتور، ما دير لا طالب ولا والو، جيب الكونتور ديال الاستهلاك ديالك وراه عندك الماء في الباب. البير تبارك الله السيد عنده، قال لك اسيدي انا ما عندي ما ندير به، ما كنحتاجوش بزاف، يعني شجار يجور التيو يسقي الشجار ما عندوش مشكل، يستعملو ما عندوش مشكل، يحفر البير ديالو، راه هنا كيطلعوا الناس على 20 متر 25 متر كيطلع الماء. كما قلنا اخوان الكرام فيها 1000 متر محفظه، عندها الكادس ديالها، القسمه ديالها، عندها شهاده اداريه ديالها، الكتابه عند النوطير، عند الموثق. يعني كما تبعت هذه انفاس معايا دابا حاليا وعند الباب ديالها، غادي تتبع هذه نفس الطريقه عند النوطير. 1000 تبارك الله ما شاء الله غزاله كبيره، انسان الله يجعل البركه قريبه للمجال الحضاري، جات فواحد البلاصه مؤمنه، يعني بلاصه مامنه، يعني بلاصه طوب كاع، شاده على القدرون، ما عندهاش البيست، دايره بالصور من كل جهه، ما غيدير لا سياج ولا غير كاين، دايره بالصور والسيبري على كل جهات مربعه. الانسان غادي يشري مثلا 1200 متر في سلعه البحراوي بواحد الثمن، و200 متر ماشي هي 1000 متر، يعني فرق شاسع، فيها شويجره ديال الحامض، فيها شويجره ديال لابوكا، وغادي تعيش ويرتاح معرسته في امان الله ويحفظه. كما قلنا محفظه 1000 متر، الماء ديال لونيب كاين، الماء ديال البير كاين، الضو كاين، شاده على القدرون، دايره بالصور، ما غيخسر لا سياج ولا برش ولا والو، يعني من تم يرتاح معرسته. شتي بحال هادي اخواني الكرام ندير فيها قيطون انايا، والله ما هندير فيها قيطون كاع ونرتاح معرستي، خزانه كاع، شتي خزانه ومستوره، دايره بالصور كامله، ما كاين حتى شي واحد اللي غيشوف عليك، والناس اللي دايره هنا كلهم موظفين، هادو كلهم الناس ترونكيل، ما كاين هنا لا كواره لا والو، غير الفيلات هاد البلاصه هادي. واهلا وسهلا بالجميع، نطلب الله سبحانه وتعالى ربي يسهل على كل واحد، والله يسخر الامور من اي واحد اللي بغى يدير الزياره ديالو لعين المكان. اخوان الكرام يتصل ويدير الزياره ديالو في اي وقت، مرحبا به، الف مرحبا، هي راه قريبه للمجال الحضري، فوقاش ما جا واخا حتى لستة العشيه راه غادي يشوفها، يجي في 7 العشيه راه غيشوفها، فوقاش ما جا غيشوفها. وهنا اخوان الكرام نودعكم واقول لكم طبتم اينما كنتم، غفر الله لنا ولكم الى عقر اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.